محمد مالك مش طبيعي اليوم. مالك مش طبيعي. بس منيح التأسيس تحتيها أصلا. خلاص إذا منيح التأسيس تحتيها صح. وصل الرسالة إنه شو هم ليش عملوا هيك شو السبب؟ لا توضحوا أكثر. توضحوا أكثر. مكروس مكروس. قولوها. يعني يدخل إنه والله عملنا مزرعة الدجاج والدجاج عملنا كذا مش واضح. يلا كمان مرة. عشان شو بقى رأيتي؟ مقطعين الله لا يقطع. شو بدك تبيع الكاميرا عكس الكاميرا أنا؟ يا خليك تحكي عادي بس مكشرة. والله يا ابو الحبان وما خلاه وعلى سرعة 140 هو طاير فينا خلينا ننط. واحنا وضعنا هذا. يلا عوين. ايه عندما اسمع وجهي تطلع عندك يعني. اوه يا زلمة ها. خلينا ننزل ننزل المدى ونوصل المغرب هنا اول. يلا ونحكي مع ابو المجد. اطفي الميكروفون. ودعم التليفون عليك يعني. لا الله يسلمك. ننزل نوصل المغرب. اطفيه.